بإذن الله تعالى حنواصل معكم صباحاتنا الندية، ولكن نشاهد هذا التقرير. أخيرا وداعا للزئبق والسيانيد في استخلاص المعادن، ولأول مرة في السودان مشروع الطواحين المائية لاستخلاص الذهب دون الحوجة للمواد الضارة تلك، والتي أثارت جدلا كثيفا في الآونة الأخيرة. هذا المشروع الذي ابتكره الصيني جين كوي وقام باختراع هذه الماكنة التي تعمل بطاقة عالية وبكل سهولة ويسر باستخدام المياه، وقد أثبتت التجارب استخلاص الذهب بنسبة 80%. هدفي هو تطوير اقتصاد السودان ومساعدة المعدنين بإيجاد بديل مناسب للمواد الضارة، لذا حرصت على اختراع تقنية تعمل بالمياه صديقة للبيئة والإنسان، حيث لا مضار بل نسبة الاستخلاص عالية. وهذا المشروع الذي يعتبر صديقا للإنسان والبيئة على عكس المواد الضارة الأخرى يعتبر بديلا للزئبق، وداعما لقرار 2020 بإيقاف الزئبق نهائيا، ما يكون مبشرا لدعم هذا الاتجاه والتوسع في مثل هذه المشاريع. نهضة السودان وتطوير المعدنين التقليديين بيتم بهذا، لانه نسبه كبيره من الذهب حق المعدن ده بيطلع في الكرته، فنحن دارين الذهب بتاع المعدن ده يجيب حجره اللي بيجيبه نكسره ونطحنه بيطلع به نسبه استخلاص عاليه جدا في زمن وجيز بدون استخدام زئبق او اي مواد سيانايد غير صديقه للبيئه. بتستخدم الماء في جميع المراحل بتاعت التنقيه بتاعتها، ما فيها غبار، ما فيها ازعاج، ما فيها مضار لصحه البيئه، مو صحيحه للبيئه. فبالتالي مشروعنا ده سميناه بدائل الزئبق. الزئبق طبعا عالميا في 2020 حيكون موقف عالميا، اللي هو من مداره البيئيه، لانه الزئبق كمعدن المنطقه اللي بيقعد فيها ما بينتهي، وله اشعاعات بيستمر في المنطقه. المكنه دي اللي هي صديقه للبيئه، تستخدم المياه ويرخص تشغيل، التكلفه التشغيليه بسيطه جدا، الصيانه بتاعتها بتتراوح من 5 سنة ل 20 سنه. التكلفة بتاعتها مقارنة بإنتاج الذهب اللي بتنتجه شيء مربح جدا جدا. هدفنا الأول والأخير تطوير المعدنين الأهليين. وهذه الماكنة تقوم بمراحل الإنتاج كافة، خاصة طحن الحجارة كميزة تفضيلية، ثم تعرض للمياه مباشرة، ما يزيد من ارتفاع نسبة الاستخلاص. كسر الحجر لمقاس 1 سنتيمتر، دي المكنة الكسارة الأولى. الحول الكسارة الثانية بتاخد 0.5 mm. المرحلة بعد منها طوالي السير الناقل، هو سير عبارة هنا مربوط بنظام تايمر بغزل المكنة أوتوماتيك. أول مكنة تاخد الكفاية بتاعتها، السير بيجيب طوالي أوتوماتيك. المرحلة اللي بعد منها طوالي نمرة 3، مرحلة الطحين في المكنة، الجهاز الصديق للبيئة. الطحين بيتم بصورة سلسة جدا، وهي عبارة عن جهاز صديق للبيئة، ما بنستخدم فيها السيانايد ولا الزئبق. بيتم طحن الحجر بمقياس 600 ل 500 مش. بعد ما انتهي عملية الطحين في نظام طردي مركزي، بتمشي الكرتة بنحولها لحاجة اسمها شكن تيبل عن طريق الضغط عن طريق المويه، ما معي ثاني اضافات اخرى. اذا لا توجس بعد هذا من ايقاف التعامل بالزئبق طالما النتائج افضل باستخدام هذه التقنيه المبتكره، والتي ستسهم كثيرا للارتقاء بنسبه استخلاص المعادن، دفعا للاقتصاد السوداني وتطورا ملحوظا في هكذا مناحي. نقلة جديدة في عالم التعدين، هذه هي الطواحين الهوائية التي ستضع حدا للمعاناة الكثيرة في استخدام الزئبق المؤثر لصحة الإنسان والبيئة. وهذه النقلة هي ستنقل أيضا الاقتصاد السوداني إلى بر الأمن. ناجي فاروق، الشروق، من الولايات الشمالية، وادي حلفة.
تحية وتقدير لزميلنا ناجي فاروق من خلال التقرير الجميل اللي ممكن يشكل يعني نقلة نوعية للاقتصاد السوداني واستخدام التجاري كمان واستخدام هذا الاختراع لجوانب أخرى في مجالات الصناعات المختلفة. يعني استطاع الصيني دينغ هوي من اختراع طرمبة مائية كما شاهدتوا في التقرير بالسودان تعمل استخلاص المعادن بنسبة عالية دون التسبب في أضرار يعني للبيئة واستخدام الموارد الضارة. نعم، غير كده أنه هي طرمبة فيها نجاح بنسبة 80% وبتساعد على أنه الإنسان يبتعد تماما عن كل المشكلات اللي ممكن يتعرض لها في حالة استخلاص الذهب من مادة السيانيد أو الزئبق وغيرها. وكمان طرمبة مقدار الذهب في الساعة الواحدة يمكن نصف طن بالماكنة الصغيرة وكمان 5 طن بالماكنة الكبيرة، فده اختراع جديد مميز للسودان جديد مختلف. داخل الاستوديو معنا مخترع هذا الاختراع طرمبة مائية تعمل على استخلاص الذهب والمعادن الصيني دينغ هوي مخترع الطرمبة المائية. أهلا ومرحبا بك دينغ هوي. هلا السلام عليكم سادة وسيدات، شكرا لاستضافتكم الجميلة وهو فخور جدا بهذه الاستضافة. طيب حنشوف مع جوانب تانية، لكن 200 انت في السودان تعاوني زي السودان يجين يوضو جورا ولا السودان يجين 7年了 هو له أكثر من 7 سنوات في السودان. جميل، يعني هل زرت مناطق التعدين المختلفة؟ يعني بما أنك الآن موجود في السودان هل تمكنت من زيارة مواقع التعدين المختلفة حتى أنه تخرج بهذا الاختراع؟你在苏丹有没有去过所有欢迎的地方？我去了北方州、红海州、尼罗州。أنا ذهبت للولاية الشمالية ونهر النيل والقطارف والبحر الأحمر والنيل الأزرق. 大部分的矿区我都去了。معظم مناطق الذهب تقريبا كلها ما شاء الله. معظم المناطق. معظم المناطق. طيب الفكرة من الاختراع؟你为什么要做这个设备的？因为我7年前 曾经把中国的一个用水碾磨黄金的水碾子带来了苏丹. هو له السابقة بتاعت استيراد الطواحين المائية قبل 7 سنين في السودان، وحاليا في يوجد فيها أكثر من 20,000 وحدة في السودان. ،但我看到他用的是水银. الحاجة اللاحظ لها إن هم دائما بيستخدموا الزئبق والسيانيد فيها. ،对人体，对这个环境. 都有伤害. الحاجة دي ما صديقة ولا للبيئة ولا لصحة الإنسان. 所以我在三年前就开始研究这个不用水银和不用氢化钠的一个提选晶系统. عشان كده في خلال 3 سنوات من الدراسات حاول اخترع له مكنة تطحن وتستخلص الذهب بدون زئبق وسيانيد. جميل، يعني في محور آخر شنو المعالجة ممكن تقوم بها هذه الطرمبة؟这个因为我们这个设备主要原理是提取重矿，就是 heavy metal， 里面还有别的金属，我想通过别的这个冶炼，应该也能提出其他的元素。المكنة هاي دي قادرة على استخلاص الذهب بطريقة عالية وطحنه، بتقوم بطحنه بنسبة 50 أو تصل ل50 ميكرون، وهي بتفصل الخام الثقيل والخفيف. طيب إمكانية استخدام هذه الماكينة بالنسبة للأفراد؟ يمكن استخدام هم أساسا مستهدفين الطبقة الطبقة والأهل التقليديين. بيقول عليهم الذهاب التقليديين يعني.现在已经有很多公司和当地人来我们订购我们的设备来合作. حاليا في كثير من الأفراد والشركات تواصلوا معنا على أساس يشاركونا في. سوبر مايننج. في شركة اسمها سوبر مايننج. حمادو. وفي مجموعة عبد المتعال علي حمدتو وأولاده المحدودة. حسين علي. وفي شركة اسمها جيوليفت للحلول المتقدمة. 他们都已经拥有现在的本地设备，他们看了这个好，都已经来加盟了。هم حاليا كلهم شاركونا في استثمار الماكينة دي في السودان.
جميل. يعني غير انه تكون موجوده عند الافراد، هل ممكن تتطور اكثر تكون تجاريه، يعني بمعنى انه تتسع، انه الماكينه دي تنتشر تجاريا وتباع في الاسواق؟ يعني انت تشيك ني تشيك تشوف يعني كيف زي السودان زوبين ما يدي او جاي 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 كونسو هاي شنو كيف فان زي السودان ده شي تشان زوبين سوي بين درن شان ما تشيك تشوف نم ماي ما ومن是这个设备呢 我们还有一个这个我们在苏丹的申请的专利，所以说呢，我们要不断提供这个设计这个技术，还要做一个售后服务。我们是跟苏丹当地是合作的。 هو في السودان حاليا في أكثر من 72 سوق بتاع طواحين وذهب، فهو على استعداد كامل إنه يغطي ال 72 سوق دي. وبدون مشاركة أو بدون طمع في أراضي بتاع الذهب أو في مرابيع بتاع الذهب، فما عنده مشكلة في من ناحية الاستثمار. جميل. طيب إمكانية استخدام هذه الماكينة في استخلاص معادن أخرى غير الذهب؟ بيدا خوان جين دخوا كي لا شالاي ما كي شو لاي ما يوم تشك شوبي. 基本上80-90%的黄金都能提取了。 طيب هي استخدامها في معادن تانية ممكن، ما فيها مشكلة، لكن بتكون بطرق مختلفة غير الطرق دي. وتستخلص تقريبا 80 أو أكثر من 80% من قيمة الذهب الموجود في المادة الخام أو في الحجر. طيب عايزين نشوف، يعني أنت ذكرت ممكن تستخدم يعني في صناعات تانية، شنو يعني الطرق التانية دي؟ بيدا خوانجين دخوا كي يوم شماء بيشو بيو يوم خوانجين يوم يوم بيدا دخوا نحي كي يوم شماء دونشي. 这个设备呢，它不单只可以提取这个黄金，对苏丹的其他的如化石粉啊，其他的粉，这个超细粉末的东西都可以使用。 في النحاس حتى في جير ممكن استخدام المكنة دي. طيب هل هنالك تواصل بينكم وبين وزارة التعدين السودانية؟ نيشان زي يومي وجن ومن السودان مين نجا خوزو إس إم آر سي ده. 有的 في حاليا موجود تواصل بيننا وبينه. 我们已经合作一年多了。الشراكة بيناتهم أكثر من سنة، أو التواصل بينهم أكثر من سنة. 这个苏丹面和SNRC很支持我们。 تعاونوا معنا ووجد دعم قوي جدا جدا منهم. 我们在苏丹面阿巴哈默德的工厂已经试验了一年了。تم تجربة المكنة دي في منطقة أبو حامد لأكثر من سنة. SMRC 也派出技术人员到我们现在瓦迪哈拉法的试验场，已经做了评估、做了检测，对环保给予了充分的肯定。 وزارة المعادن أوردي كانت معنا قبل في الفترة، يعني قبل أسابيع في منطقة وادي حلفا، لأنه أنشأ هناك مركز بتاع تدريب فيه الماكينة دي يدرب السودانيين ويعلمهم كيف يستخدموها يعني. جميل. مستر دينغ، يعني نشوف مدى استعداد الحكومة الصينية في التعاون مع السودان في مجال التعدين، كمان حتى الشركات الصينية ممكن تدخل في مجال التعدين في السودان في المرحلة القادمة يعني. تشونغو جن سودان ده كوان شي تشونغو تشونغ فو نم بانك سودان ده تشونغ فو زوالة شما فو أودا هيو تشتابي هذا خوان جين تشونغو كونسو نم بونان دوا من سودان زو بيان قولا يزوا فو أودا. 中国和苏丹的友谊 已经在上个世纪60年代已经开始了。 العلاقة بين السودان والصين امتدت منذ ستينات القرن الماضي. 中国政府在上个世纪60年代已经开始对苏丹、对非洲很多国家都给予了各种领域，你像医疗队啊，在经济和建设方面都给予了很大的援助。 العلاقة زي ما ذكر إنه العلاقة لها منذ ستينات القرن الماضي مع السودان خاصة وأفريقيا عامة، هم عندهم مقترح قام به الرئيس الصيني. 特别现在的习近平主席提倡的一带一路. مقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ هو مقترح الحزام والطريق، مبادرة الحزام والطريق. 苏丹正好是在我们一带一路里面，而且是个很重要的战略位置。 الرؤية الصينية أو مبادرة الحزام والطريق هي لتطوير التعدين، دي واحدة من أهدافها وتنمية السودان خاصة وأفريقيا عامة. 中国已经有很多黄金公司
和在苏丹 已经过来进行合作和开采. الصين عندها المقدرة على إرسال أعداد كبيرة من الشركات الرائجة في مجال التعدين لتشارك في نهضة هذا المجال. 中国在世界上这个开采黄金和提炼黄金的技术已经在世界比较走到前卫. الصين متقدمة جدا جدا من حيث التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة في مجال التعدين. 我希望苏丹政府和中国政府加紧协商，让更多的中国公司、中国的技术、中国的技术人员来苏丹，帮助苏丹提高黄金的产量。 بتمنى من الحكومة السودانية والحكومة الصينية المشاركة والاتفاق في 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 المبادرة دي عشان تساعد في نهضة وبناء الاقتصاد السوداني. جميل. طيب أفكار جديدة مستقبلية، يعني مستقبلية تعمل عليها في نفس ذات المجال أو مجالات أخرى؟ إخو يو شمش ينفع بانجو هاي شيء عن السودان زوج شيء عنده فو كي كي خوانجين دا دا بانفا هاي شيء كي شيء تابي هذا فو يوم يو شانفا تجاك شيء شنو؟ السودان 是个黄金大国，苏丹在 3500年前已经是世界上第一个提取黄金的。 السودان غني بالموارد المعدنية والزراعية والسمكية، بالأخص في المعادن، ويخص الذهب قبل بدأ اكتشافه أو محاولة استخلاصه قبل 3500 سنة. السودان 国家拥有超过30多种的可很有价值的开采的矿产。 السودان بيحتوي على أكثر من 30 نوع من أنواع المعادن. جميل. من خلال الاختراع ده وهذا الترومبا نشوف مدى تفاعل الدهابة زي احنا بنسميهم في السودان المناقبين عن التنقيب التقليدي، تفاعلهم كيف مع الماكينة يعني؟ شين زي نزود تشاكي تشوبي زي دان دي شيشان بيدا شيشان ومن شو هذا نجا خوان جين دان دي شيشان درين تامين زي من شو تشاكي تشوبي شون بيشين تشاكي شوبينا当地人，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 
السوريين هم مبسوطين جدا حاليا بالمكنة دي، والدليل على كده انه في وادي حلفة اوريدي بدت، وبدت توافد من قبل الدهابة لانه هو لقوها خدمة صديقة للبيئة وفي نفس الوقت صديقة لصحة الانسان، وفي نفس الوقت بتستخلص كمية اكبر من الطواحين المائية او التقليدية الحالية شغالة. طيب في حال إنها هي الآن زي ما قلت متوفرة بالنسبة للدهابة، إذا أصبحت تجارية وتباع في الأسواق يعني، أو هي تباع أكيد بمبلغ معين، هل المبلغ بيتناسب مع كل الناس ولا وسطي ولا باهظة الثمن ولا كيف؟ تجني شو خواري تشيكا تشوبي تشيكا تشوبي بيوشو إخوضا ومن سودان شي تشان الأخوة سوى بين درين كي مايدا تشيكا تشوبي مايدا جاغا زميانا نمي دان دير نمي تشيك تشاغا هاشيا بشاو يو تشان دنا يانس ترن كي ما اه تشيك سيربي نا ان وي ومن سي ايغا زنغ شوان جين سي تونغ سو سيان بوش هن بيان يي د ايغا سيربي دان سي ان داو تا د سن تان ليانغ جا كونغ كوانغ سي د ليانغ هه تشيك كونغ يي هه تي جين لو 等于现在我们一台设备也等于以前的40台、50台设备的生产量，所以说苏丹，一般的现在在本地市场能够加工黄金的人，就是有本地设备的人都能买得起。بالنسبة للذهب أو لأي شخص يشتغل في مجال التعدين هي ممكن تكون متوفرة وعنده المقدرة إنه يشتريها. بالنسبة للتغيير بتاع الفكرة بتاع استخدام مكنة بديلة للزيبق والسيانيت، الحاجة دي بتتطور شوية شوية لحد ما الناس أو السوق يعرف إنه هو فعليا مفروض يستخدم المكنة دي حفاظا على صحته، في نفس الوقت
بأقل تكلفة تشغيل واستخلاص نسبة عالية من الذهب. 按照我们的现在的生产量，我们是比原来的这个水碾子还便宜。 بالنسبة لكانت الطواحين المائية اللي قام باستخدامها أول أو باستيرادها من الصين للسودان هي كتكلفة سعريا مقارنة مع الطواحين دي الطواحين المائية في الوقت ذاك أقل سعرا. 只是我们一个规模性，就是起点比较高，不是一台两台原来的当地设备能够相等的。我们至少起步是二十台、三十台以前的当地设备就可以来跟我们相比了。 حاليا في أكثر من شركات وأفراد عندهم طواحين المائية التقليدية الأولى بيحاولوا يتواصلوا معنا على أساس يستثمروا معنا عشان هم يعني تأكدوا تماما من الاختبار بتاع وزارة المعادن اللي حصل في شهر نوفمبر المضى إنه المكنة هي نسبة استخلاص للذهب عالي وفي نفس الوقت صديقة للبيئة والإنسان. طيب بذكرك إنه المكنة دي صديقة للبيئة وكل الميزات اللي ذكرتها، شنو ممكن تدفع بالاقتصاد السوداني؟ هل نتوقع إنه تساعد في ارتقاء الاقتصاد السوداني أو تدفع إلى الأمام يعني في المرحلة القادمة؟ دوي ني شو ني جا جو باي دوي خوان جين هاو دوي رين شن تي هاو ني دش وي شم جا جو باي نم نم بان جو من سودان نا جا كون شان فود نا جا دون شي با تا فا زا يو لا يو خاو ما يو شم نم خاو بان ما دا جيا ان وي سودان سين زاي د ان وي سودان دا كوان كون ساي كوان كون رن يو 200 دو وان تامن هن قين لاو تامن وان سان 12点还在干活，在矿区，在沙漠里。 بالنسبة للمنفعة الممكن يستفيد منها السودان في استخدام المكنة دي، أول شيء هي أقل تكلفة في الرانينج كوست، يعني أقل تكلفة بتاع التشغيل. ولو الناس شافت ولاحظت على حسب التقارير بتلقى إنه في زي 200 ألف عامل أو ذهابي بيكون شغال لحد أوقات متأخرة جدا من الليل. لحد 12 بالليل ومناطق خطرة وبتاع. 由于现在的工艺比较落后，还有这个其他的方法不是很对，那么现在所采的矿石呢，基本上浪费了很多黄金。 غير كده القوانين والضوابط هي ما شاء الله كويسة لكن ما كل الناس قاعد تعمل بها. والطرق بتاعت الاستخلاص بتاعت الذهب ما كل الناس بتستخلص الكمية المفروض تستخلص منها، يعني الطواحين المائية الأولى بتستخلص لل 30-40% ودي بتستخلص نسبة أعلى فدي فيها دخل أعلى. 相当于你挖了一吨矿石，你只取了半吨矿石的黄一半的黄金，你就把它扔掉了。 عادة يعني باستخدام الطواحين المائية بيتم هدر موارد ذات قيمة من المادة الخام اللي هي الذهب بيتم هدرها لأنه نتيجة لعدم معرفة كيفية استخدامها أو كيفية استخلاصها. 我们这个设备一次性能帮你提到70-80%的黄金. المكنة دي أو الاختراع ده بيجيب لك من 70-90% من قيمة الذهب الموجود في الخام. 也就是说，现在的矿工的收入 和国家的收入至少可以提高30-50%. أقل حاجة ممكن تزيد نسبة الدخل السنوي أو نسبة استخلاص الذهب السنوي في السنة 30-50%. طيب هل في محاذير معينة في حالة استخدام هذه الماكينة أو الطلمبة بالنسبة للمستخدم يعني الفرد؟ جيجا تشوبي يوميو شما ويشيان دا دونشي بونانزوا حيشي يوميو شما كي دوي يوم دا تشجرين شنت بوها هاي شيء كي بخويز وهاي شيء شو لش ما ويش عند شيء. مايو. ما. هن أنشن هن هنبال. سيفتي جدا وسليمة جدا. لين خويشن دو مايو. وزي ما ذكر إنه هي صديقة للبيئة وللإنسان في نفس الوقت بتحافظ على صحته. طيب جميل في محور أخير يعني هل ممكن إنه صناعتها تكون في السودان هنا ولا في الصين وبنسبة كم يعني؟ شجع شوبي نبنا إيخو زي السودان زو بينزو. إن شاء الله. إن شاء الله. 因为这个工业的发展需要时间。 هي ممكن لكن عشان شوية كده نصل مرحلة التصنيع هنا محتاج شوية وقت. 我们尽量有些设备，这个设备现在我们也是整个生产线是在苏丹组装的。
المكنة دي حاليا ذاتها يعني بيتم استرادة من كذا حتة، من كذا مصنع، بيصنع أي مصنع عنده جهة حاجة معينة بيصنعها. لكن بإذن الله تعالى أو إن شاء الله على قوله في المستقبل القريب إن شاء الله. إحنا شاكرين لك كثير جدا مخترع الطلمبة المائية دينغ هوي على هذه المساحة، وأيضا نشكر المترجم المرافق كان في هذه الحلقة وهذه الفقرة عبد الله تاج الدين. شكرا جميلا. العفو. تعمل كان شيني لاني داوز طوبين كان تعمل شو عشر خو. ويخن كان شيني. هو كمان شاكر لكم جدا ولاستضافتكم الجميلة، وإن شاء الله بيتمنى بناء اقتصاد ويساعد في تنمية الاقتصاد والمواطن السوداني. هو بيتمنى إنه السودان يكون من الدول القوية والغنية، لأنه هو دولة غنية بالذهب والمعادن. بيتمنى كمان العلاقات الصينية السودانية تتطور أكثر وأكثر. هي أصلاً متطورة وجميلة وحلوة يعني ما في مشكلة. شان زي جين سودان تشانفو كان سودان تشانفو جين كوانشي فخم خاولة جين لاو بانيو لا. شكراً جزيلاً. معاكم مشاهدينا دفقة شروق الصباح الحي، لكن بعد الفاصل.